بالنسبه لي مهنتي حداد اعمال تراثيه اللي هي منقل القهوه والمكاتب التراثيه. طلعت من قريتي 26/12/2014 نزحت منها. لما نزحنا اثناء العمليات الارهابيه يعني حتى مستمسكاتي بغن بالبيت. طلعت بدون كل شيء. بشوية واجهنا صعوبات تدري نازح والأوضاع كانت تعبانة منا. بعدين عندي صديقي بأربيل خابرني عبرت الأربيل، فبأربيل أشتغل ويا حداد يعني بحيث استفادت من النزوح. اشتغلت ويا حداد لفترة تقريبا سنة ونص. لما صارت الأوضاع وعدنا ورجعت هي، لما رجعت فتحت هاي المهنة. بالبداية مو شغلات تراثية يعني مو مناقل وهاي يعني حدادة بسيطة. بعدين بديت أشتغل منقلة مع القهوة. بالبداية كانت صعبة علي يعني اشتغلت بوحدة وما نجحت معي. اشتغلت بالثانية جت معي بس مو مثل مو المطلوب يعني. اصريت على هذا الشيء لازم اشتغل تراثي يعني قلت لازم اشتغل بهاي الشغله لان صار لي هوايه وما جات تنجح بيدي. فشويه شويه صار دعم من المنطقه بصراحه يعني صار دعم معنوي ويعني يجي فلان قال لازم تفصل لي وحده ومو مشكله حتى اذا بيها نواقص بالبدايه يعني. عندي هسه هذه محافظة واسط نظيف على الحرش. عندي هذا ديوان الطلاع البصر الزوير. وصلت يعني قبل وصلت بصرة سماوة ناصرية واسط يعني قبل اليوم أنا موصل المناقل. عندك الأنبار عندك الموصل الأقضية النواحي مالتها الكركوك. والله قبل يعني ما قبل الاحداث 2014 اشتغل عامل والله، والله اشتغل يوم وعشرة ايام ماكو شغل. واليوم الحمد لله يعني قمنا كملت بيتي طورت نفسي ومعيش عائلتي ونحمد الله مش انا بالنسبه لي استفادت من موضوع النزوح. يعني واجهنا مشكله وطلعنا صعب، انا احكي عن نفسي يعني. من طلعت تعلمت لمهنة تراثية اللي هي مهنة قليل منها بالعراق.